بإلقاء كلمته بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الكاتب العام لعمادة الأس، السيدات والسادة ممثلي السلطة القضائية والهيئات العسكرية والإدارية وممثلي الأمة، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني والمناظر الإعلامية، أيها الحضور الكريم، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ونيابة عن كافة أطر وموظفي ولاية أمن الناس، أتقدم إلى حضراتكم بأحر عبارة الشكر والامتنان على الحضور معنا في هذه الأمسية السعيدة المقامة من أجل الاحتفاء بالتفوق الدراسي لأبناء وأيتام موظفي ومساقعي الأمن الوطني بولاية الكنس. إن هذا الحفل المقام تنفيذاً لتعليمة السيد المدير العام للأمن الوطني وبإشراف من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، يتزامن هذه السنة مع احتفالات الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 20 لاعتزاء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، مما يشكل لنا مصدر فخر واعتزاز كبيرين ومحطة سعيدة نجدد فيها العهد والوفاء لمولانا المنصور بالله والعزم على مواصلة بذل كل الجهود والتضحيات من أجل حفظ أمن الوطن واستقراره وضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، تحقيقا للمناخ الأمثل لإنجاح الأوراش التنموية الكبرى التي يقودها بعزم وثبات مولانا المنصور بالله. حضرة السيدات والسادة، إن هذا الحفل الذي يشهد اليوم نسخته الثانية أصبح سنة حميدة سنها السيد المدير العام للأمن الوطني من أجل الاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا بجميع تخصصاتها من أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني ومساقعيهم، وهو مناسبة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مشوارهم الدراسي وحافزا لباقي زملائهم من أجل الشهادة والتفاني في الدراسة والتحصيل العلمي، وأيضا مناسبة للإشادة بالرعاية الأسرية التي وفرتها الأمهات والآباء وأولياء الأمور من أسرة الأمن الوطني رغم انشغالاتهم المهنية الجسيمة. إن هذا الحفل يشكل أيضاً مناسبة للاحتفاء بأبناء أسرة الأمن الوطني بالكناس ممن تميزوا بإبداعاتهم الفنية والأدبية، وذلك تشجيعاً لهم على مزيد من الخراط في هذه الأوراش الإبداعية، وتقديراً من المديرية العامة للأمن الوطني لدور الإبداع الأدبي والفني كالرقي للمجتمع. وفقنا الله وإياكم لخدمة الصالح العام، وأدام على بلادنا الأفراح والمسرات، وحفظ مولانا الهمام مما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد عرضه شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع وللدعاء مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعو الآن المنشط والإذاعي المعروف السيد عزيز العبوبي من أجل تقديم باقي الفقرات الحافلة.